السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله، برجاء تصوير الشاشة عشان أنا راح أقرأ هذه الرسالة بعد قليل عشان نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع المهاجرين الشباب الذين يهاجرون إلى بلاد الغربة. صوروا الشاشة عشان تقرأوا على راحتكم إن شاء الله. للشباب المهاجرين، الشباب الذين يبحثوا عن أرزاقهم، الشباب الذين يبحثوا عن مستقبلهم، اسمع يا عمي، والله 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 إن رزقك قد كتبه الله في بطن أمك. والمشكلي مش زيادة العبادة، المشكلي إننا لا ننتهي عن الذنوب. أنا بتكلم عن الفئة والإشياء الله منعك لتفلتك من طاعة الله. طيب انت ممكن تقول لي في ناس بتصلي، المشكلة لازم تكتبي الصلاة، يعني انك تكثر الصلاة او تكثر قراءة القرآن تنتهي عن الذنوب. اذا انتهيت عن الذنوب ستحرر ارزاقك في بلدك، في بلدك بدون جهد كبير، والله اقسم بالله واقسم بالله سيحرر الله لك رزقك اذا انت تبت الى الله من الذنوب. اسمع هذول الحديثين ثلاثة. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. شوف وين راحت الصلاة، وين راح القيام، بسوء الأخلاق انتهى. شو وضع المسلمين اليوم؟ صلاة كثيرة، صيام كثير، حفظ كتاب الله كثير، كلنا ما شاء الله، لكن أين الأخلاق؟ ما في أخلاق. نعم نحسد، نكره، نبغض، نقطع الأرحام، غيبة، نميمة، سب، شتم، ربا، عري، تكشف، لا ننتهي. فهمت؟ طيب كمان حديث لرسول الله عشان تفهم ليش المشكلة، انك انت ليش ضيعت الثقة في دينك، لانك انت بتظن انه كثرة العبادة سيأتي الخير. لا، لو انك قللت العبادة، اقتصرتها على الفرائض وتبت من الذنوب كما هذه الاخت التي قال عنها لا خير فيها فهي في النار، سيفتح الله لك مساري بالرزق وسيغنيك الله وستحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت بتروح تبحث عنها في أوروبا، أنت بتروح تبحث فيها عنها في كل مكان، ولكنك يا مسكين تصبح عبد هناك تنتظر لربما يطردوك إذا لم تدفع أجار المكان الذي تسكن فيه. في بلادك الأرض واسعة، لكن الله حرمك الرزق لكثرة ذنوبك وأنت ما عندك ثقة في الله. شوف الحديث الثاني عشان تعرف شو بتساوي الذنوب فينا. هو احنا لما بنغلط، يعني انا بتكلم عن فئة المصلين، لما بنغلط شو بنساوي؟ احنا مستمرين في نفس الغلط، لكن شو بنساوي؟ نتبع السيئة بحسنة، يعني منروح نقرأ لنا صفحتين من كتاب الله، منصلي لنا ركعتين في جوف الليل، منصدق لنا شيء عشان نكف. المطلوب انك تتوب. اذا بتتوب ابشر والله انقلبت حياتي رأسا على عقب بعد ان تبت من الذنوب واقبلت على الله ولزمت الاستغفار. يا جماعة لا يعذب الله مستغفر، لا يعذب الله من لزم الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه. أقسم بالله سأضع لكم روابط وتقرأوا في التعليق روابط من أين رزقهم الله، ورزقهم من حيث لا يحتسبوا. اقرأ التعليقات إن شاء الله سأضع لك روابط بعد ما ينزل هذا الدرس، اصبر عليه بعد ما ينزل الدرس عشان أجمع الروابط فيه. نعم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيش هذا، فيش عف، فيش دين، فيش مرض، فيش أسقام، فيش هلاك، فيش تعب، فيش تسلط حكام، فيش إشي مع الاستغفار. إذا أنت تبت لوحدك سيرفع الله عنك العقاب ويفتح لك مساري بالرزق ويحييك الحياة الطيبة. لكن انتبه للحديث الأولاني، يا رسول الله إنها تصوم النهار يعني عابدة وتقوم الليل لكنها بذيئة اللسان، فأنت مرآة لدين الله، خليك على خلق حسن وشوف عطاء الله. قالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيسأل أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، الصحابة قالوا من لا دينار له ولا متاع، قال لا بل المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى وذكر الله كثير كثير ذكر الله. شوف السلوين الطامة الكبرى، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا وسفك دم هذا،
يوم القيامة تفنى هذه الحسنات ومن كثر سيئاته يطرحه الله في النار لحد آخر الحديث. شوف الحديث الثالث، شوف الذنوب شو بتساوي فينا. شوف انت مش انت مش مفروض منك انك تضلك في خير عظيم بذكر الله والصلاة، لكن مع الذنوب ما فيش لك ولا شيء. شوف الحديث الثالث، الذي يصوم ويصلي ويحج وما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله، لو من الجبال جبال. هذول احنا، هذول احنا اللي بنصلي، هذول احنا الصايمين، هذول احنا بديل الامم. احنا هذول احنا، انت اللي انت مشرد الان في دول الغرب، هذا انت منهن. لربما مصلي ولكنك اوضاعك صعبة. ليش؟ لانك انت متفلت من طاعة الله وبتظن ان الله لا يراك. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه كان إذا خلى في محارم الله انتهكها. يعني أنت لما ما حداش شايفك بتعمل العمايل. عذرا، أفلام ساقطة. أنت يا أخي مرآة لدين الله، أنت عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، لأن الله لا يعذب من يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، والله لا يعذب مستغفر. ودير بالك، دير بالك من الشرك الخفي ان تنسب فضل الله عليك لغير الله فيحبط كل عملك. وصلت؟ لا تنظر للناس تظنها انها على خير، اذا الناس في عندها غيبي ونميمي وسب وحسد وحقد، يعرف انهم تحت العقاب مثلك مثلهم. وين ركب السيارات الجديده والسيارات الفارهه؟ فهنا ان شاء الله بس بدي اقرا هذه الرساله. عذرا عليك اخي الكريم، وإن شاء الله توب، يعني خلي صلاتك في وقتها، دير بالك على لسانك، دير بالك على لسانك والغيب والنميمة، دير بالك على خلقك، دير بالك على الذنوب والخلوات، دير بالك على كل هذه الأمور، ووالله سيفرج الله كربك. إلزم الاستغفار بالليل والنهار، إلزموا بالليل والنهار الاستغفار، فيه الرزق. استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نحن نستغفر، كنا بال 2015 استغفرت 30,000 استغفار في اليوم، مش من باب تحديد الأوراد، 30 و31، في هناك شباب أقل في أكثر. المهم قضى الله أني ديني أكثر من 80,000 دولار من حيث لا أحتسب. هذا هو جمال إنك أنت تعرف ما معنى يرزقك من حيث لا تحتسب. نعم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لسان وشفتين بدون صوت. لكن توب. نقرأ الرسالة وننهي هنا إن شاء الله، الرسالة التي وصلتني على بركة الله. يا عمي أبو أحمد، جزاك الله عنا خير الجزاء، أنا موجود في قبرص، ولو أنك ترى ماذا يحدث للمسلمين هناك في قبرص، والله ليتقطع قلبك ويحترق على المسلمين الذي رأيته بأم عيني. شباب مثل الورد بأول أعمارهم، أغلبهم سوريين وعراقيين ومصريين وأردنيين وفلسطينيين، والأغلب سوريين، أعداد هائلة كبيرة جدا جدا، عشرات الآلاف من الشباب لا يجدون قوت يومهم، أوضاع صعبة للغاية، غلاء فاحش، وأجار البيوت لا تقل عن آلاف الدولارات، أقل شيء الفتنة بالشوارع بالمحلات بالحدائق، عري من النساء، عري بالكامل، وضع سيء جدا للغاية. أرجوك، ما الحل؟ ما العمل؟ أريد أن أبدأ التواصل الاجتماعي، أحط الناس على روابط الفيسبوك والواتساب بشكل عام، ولكن لا أملك حقيقة الاستغفار ولا تمكين. أريد أن يمكن الله ويحقق لي وعده لكي نبدأ بحملة كبيرة تلف العالم بأسره، وأنا إن شاء الله لدي القدرة بفضل الله. دعواتكم لي وللأمة، أنا سأرفق هنا روابط إن شاء الله فيها قصص المستغفرين إن شاء الله بقناة أخوكم محمد إحجازي، والفضل كله لله. نعم، ستقرأوا تعليق المتابعين ماذا وجدوا، قصص كثيرة لا تنتهي للمستغفرين، اقرأوها. الذنوب، الذنوب اتركوها، كون صورة جميلة للإسلام. مش انت الزاني وانت السكرجي، ومش انت الحشاش، ولا انت ال- 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 السباب اللعان. انت مسلم، بده الله منك تكون صورة جميلة للإسلام، وإلا ليس لك عند الله شيء. نعم، أنت لن تقنع إنه الطريق في الاستغفار وبالتوبة حتى يذيقك الله ما أذاق هؤلاء،
أذاقهم الويلات في الغرب، فعندما يذيقهم. أنا كنت في الغرب، أنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في 85 للواحد وتسعين، نعم. فسبحان الله، وكأن الله يريد أن يعلمنا ويربينا عزتنا في ديننا، لكن ذنوبنا التي تحول بين أرزاقنا. فاجتهد، تب من الذنوب، داك من الذنوب، وادخل على قناة أخوك محمد الحجازي، وستسمع الكثير الكثير عن فضل الاستغفار وفضل الله على 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 على, 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 على هذه الأمة في الاستغفار. نعم، نحن نعذب، المصلي والحاج والغير الحاج نعذب بذنوبنا من لساننا، نعم، بشركنا الذي ننسب فضل الله علينا لأنفسنا، ننسب فضل الله بكل شيء هو لله. رد الفضل لله، وإلا سنبقى تحت العذاب. الله يبارك فيكم، أسأل الله أن تصل هذه الرسالة لكل شاب وشابة. نعم، إذا أثرت البحث واللهث وراء هذه الدنيا ستأتي يوما ما صاغرا. حرام على الوقت، العمر غفلي. والله جل في علا بيقول: ما كان الله معذبهم ويستغفرون. ويقول في آية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة نتمتع بالخير العظيم. والله الحمد لله رب العالمين. والله عندما تذوق تعرف، عندما تنتهي عن الذنوب تبدأ تعرف إن الله قريب مجيب، ولكنك أنت يا مسكين شاغل حالك بالصلاة، بتصلي وبعد الصلاة أنت على التوك توك، أنت بالغيبة، أنت بالأفلام الساقطة، أنت بالمسلسلات، أنت بالحب والغرام، أنت بالعري والتكشف. هذا سيعاقبك الله. الطريق إلى الله معروف، توب إلى الله. والله لو حجيت ولو صليت ولو صمت ما إلك طريق إلا حتى تتوب من الذنوب. بارك الله فيكم. عندما تبنا، احنا كنا هيك، هكذا كنا، عندما تبنا غير الله أحوالنا وأقدارنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.